بعد الكفر يصبح عقيدة في بلاد، نتيجة ان الانسان خلق من جديد. احنا على الاقل ما يصبحش الايمان عقيدة، ما يصبحش الحق عقيدة. هل احنا ماشيين في طريق ضلال مش طريق حق؟ هذا البناء اللي بين ايديكم، هذا حق ولا مش حق؟ هذا تقدم مش تقدم؟ خير ولا مش خير؟ اذا هذا برنامج الخير. ها ما نجعلهاش احنا على الاقل فيه ناس مؤمنة به. أنا لا تردد راهو في ساعة من الساعات نوجه نداء من جديد، اللي مع الثورة يجي في اليسار واللي ضد الثورة يجي في اليمين، ويا تبقى الثورة يا يبقى عداها.